بكم في لقائنا مع حضراتكم من خلال من القاهرة، وبالتأكيد الحدث الأبرز والغالب على المتابعات خلال اليوم والأمس ربما واليومين القادمين هيكون القمة العربية الإسلامية الأمريكية اللي شهدتها وتشهدها العاصمة السعودية الرياض. وبالتأكيد كان في كثير من التساؤلات المهمة جدا اللي طرحت على مدار فعاليات اليوم فيما يتعلق بمصادر تمويل الإرهاب والمطلوب في هذه المرحلة لضرب الإرهاب في مقتل اللي أصبحت يعني لا يوجد أي دولة بمنأى عن هذا الإرهاب. وهناك أيضا تأكيدات على أهمية التكاتف والمشاركة من قبل جميع الدول سواء كانت عربية أو إسلامية أو غربية لمواجهة هذا الإرهاب حتى يتحقق الحلم في نهاية المطاف، وهو القضاء بشكل نهائي على الإرهاب والتطرف في العالم كله. السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة ربما أيضا اللي ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل تشكل هذه القمة بداية النهاية للأطراف والدول الداعمة والممولة لهذا الإرهاب الآثم؟ بالتأكيد إذا تمت كفالة الأدوات اللي ممكن تحقق هذا الحلم واللي اتضحت كثير من معالمها من خلال المقاربة الشاملة لاستئصال الإرهاب من جذوره اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، واللي بالتأكيد بتنطوي على أبعاد تنموية وأيديولوجية وسياسية مختلفة، ربما نكون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الإنجاز اللي بالتأكيد لن يأتي بشكل مجاني كما أكد أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي أيضا من خلال القناعة بأن هناك أطراف بعينها هي التي تؤجج الصراعات في المنطقة. وكما أكد أيضا الملك سلمان بن عبد العزيز النظام الإيراني بصفته نموذج للتدخلات السافرة في الشؤون العربية قد يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي في السنوات الماضية. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد كثير من متابعتنا سواء الاتصالات الهاتفية، الجولة الإخبارية اللي بنبتدي مع حضراتكم من خلالها في البرنامج، وأيضا الوقفة الحوارية المطولة اللي عنوانها الرئيسي بالتأكيد حيكون هذه القمة والجهود المبذولة وهذا التكاتف المصري السعودي الأمريكي وهذا الحضور الهائل ممثلين ل55 دولة بالتأكيد يعني يؤمل أنها تؤتي الثمار المرجوة لها. يعني طبعا في كثير من الأبعاد، في أهمية ألا يكون هناك نظرة قاصرة للإرهاب وألا يختزل في تنظيم أو تنظيمين، والربط أيضا بين بقاء القضية الفلسطينية من دون حل وانطلاق هذا الإرهاب بالشكل هو عليه بدون أي ضابط أو رابط. ومن هنا يجب أن يكون هناك وقفة، ويجب أن يكون هناك دروس مستفادة من تعطيات ربما كانت تنطوي على بعض الأخطاء في الماضي حتى لا نكرر هذه الأخطاء في المستقبل القريب بإذن الله. اختتمت بالفعل مساء اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وعقدت بمركز المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابعنا كلمات الرؤساء وكبار القادة اللي بالتأكيد وضعت الكثير من علامات الاستفهام وأيضا وضعت خطوط حمراء على مواطن الداء التي ربما باستمرارها يستمر الوضع عما هو عليه الآن. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق مركز اعتدال لمكافحة التطرف، هو من ثمار هذا التواصل الحاصل بين الزعماء والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما شارك في الاحتفالية عدد من قادة العالمين العربي والإسلامي. ويعني يؤمل أن المركز يؤتي بأهدافه المرجوة اللي بالتأكيد أبرزها
هو توحيد الرؤى والأفكار للتصدي للفكر المتطرف ونشر قيم التسامح. بالتأكيد واحد أيضا من الأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك هو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا من تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما قد يكون علق به من شوائب حتى تتحقق لنا المواجهة الفكرية الأنجع في دحر التطرف والإرهاب، بالإضافة بالتأكيد للمواجهة الأمنية المفروض ما تنفردش بيها دولة وإنما يكون في شكل تكتفي وتكافلي بين مختلف دول العالم لتحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت، لأن ليس لدينا الآن رفاهية الانتظار بعد كل ما يدفع من فواتير باهظة اقتصادية وبشرية في المقام الأول من جراء ممارسات الإرهاب الآثمة. رئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القضاء على الإرهاب يتطلب حلولا سياسية وأيديولوجية بالتوازي مع الحلول العسكرية للقضاء على هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها. جاء تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض. انتبه. مواجهة خطر الإرهاب واستئصاله من جذوره يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية. وهنا يكون السؤال الحقيقي الذي يحتاج لمعالجة جادة وصريحة، هو كيف يمكن تفعيل هذه المقاربة الشاملة على أرض الواقع وفقا لأي أساس؟ بالتأكيد مصر ليها تجربة مريرة مع الإرهاب وتبقى في صوالتها وجولتها في مواجهة الإرهاب والبؤر الإجرامية والإرهابية خاصة في سيناء، ويعني بالتأكيد أيضا تسنى الاسترشاد بهذه الخبرة وهذه التجربة المصرية من خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستراتيجية المطروحة لمكافحة هذا الإرهاب واستئصاله من جذوره. الرئيس السيسي أكد على أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب وتحقق انتصارات مختلفة على العناصر المتطرفة، وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ملتزمة بالتعاون مع حلفائها في الحرب ضد الإرهاب. وفي هذا السياق تعلمون جميعا أن مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء، نحقق فيه انتصارات مستمرة وتقدما مضطردا، نحرص على ضبط وتيرته ونطاقه بحيث يتم استئصال الإرهاب بأقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم. إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض بنيته زيارة مصر في القريب، وأشاد بالعلاقات المتميزة بين إدارته والقاهرة. وقال ترامب لرئيس السيسي في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة العربية السعودية: بالتأكيد سنضع مسألة زيارة مصر على جدولنا في القريب العاجل. ويعني أكد بأن كلاهما الرئيس السيسي والرئيس دونالد ترامب مر بالكثير معا ووصفه بالصديق، وبالتأكيد هناك الكثير من القواسم المشتركة، لعل أبرزها هو مواجهة هذا الإرهاب وربما كثير أيضا من المشكلات الأخرى منها الهجرة غير الشرعية، وأفاق أرحب أيضا للعلاقات المصرية الأمريكية تتضح مفردتها وتفاصيلها في القريب. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم والمفكر السياسي. أهلا بحضرتك دكتور عبد المنعم. أهلا وسهلا. يا طبعا دكتور عبد المنعم، كتير من التحديات كانت بتواجه هذه القمة بالنظر إلى المعطيات على الساحة العربية والإسلامية والعالمية وما كانت عليه فعاليات اليوم التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، وما ورد أيضا على لسان كبار الزعماء دونالد ترامب العاهل السعودي الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك قواسم مشتركة كثيرة قد تحدد الأهداف والأولويات في هذه المرحلة، قراءتكم لما جرى اليوم؟ يعني
اللي جرى النهارده غير مسبوق، يعني لا نعرف طبيعه مؤتمر مركب بالوضع اللي حصل الرياض منذ امس واليوم، ان تكون هناك ثلاثه قمم، كل قمه منهم لها موضوعاتها ولها اولويات. الجانب الاخر للموضوع هو انه اذا كنا بنعمل ترتيب لاهداف الخاصة بهذا الاجتماع أو هذه الاجتماعات مجتمعة، بنجد أولا الجزء الأول هو مجابهة إيران وتحركاتها في الجزء الثاني أو الهدف الثاني مجابهة الإرهاب، وهو ليس منفصل عن الهدف الأول، لأنه إيران دولة داعمة للإرهاب، داعمة للميليشيات الحوثية في اليمن، دولة يعني تسببت في أو شاركت في عملية انهيار العراق وسوريا، أيضا هي تجند حزب الله بالنسبة للحرب الجارية أيضا الأهلية في سوريا. فإيران ثم الإرهاب ثم أخيرا مسألة حل الصراع العربي اللي هو مسألة اللي ذكرها في من اللي اتكلموا يعني كانوا الرئيس وأيضا دونالد ترامب في نهاية كلماته أشار للموضوع وأنه موضوع يستحق الاهتمام وتكريس الجهد إلى آخره. فدي تقريبا نقدر نقول الثلاث قضايا الكبرى اللي حكموا الحديث اليوم. نعم، يعني بالتأكيد في اتفاق، يعني لا شك في بين القيادات الثلاثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الطريقة للوصول إلى القضاء بشكل تام على الإرهاب، وأن ذلك لن يحدث دون مشاركة من الأطراف كافة حتى يعني يتأتى القضاء نهائيا على هذا الإرهاب، وفي تعويل من الجميع بأن تكون نقطة الانطلاق هي هذه القمة التي تستضيفها السعودية. كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني زي ما قلنا هذه قمة غير مسبوقة، طبعا في مسألة قطعية موجودة في الحديث أنه القضاء على الإرهاب أولا أنه شيء ضروري، نحن لا نتحدث عن معركة واحدة وإنما نتحدث عن حرب شاملة. الحرب الشاملة واضح أن لها جانب عمليات بمعنى أن تستخدم فيها قوات معينة، وفي البيان النهائي تكون تحالف ما هيكون 34,000 جندي، هيكون قوة احتياط للحرب ضد الإرهاب في العراق وسوريا، يعني مسرح العمليات محدد، العدد محدد، الوجهة محددة والدور محدد. إنما الموضوع أيضا له جانب آخر وهو الجانب الفكري. الجانب الفكري جزء من فعاليات اللقاءات كان افتتاح المركز الخاص بمكافحة الإرهاب اللي هو معني أساسا في زي ما بيسموها يعني معركة القلوب والعقول، وإنه الدكتور أحمد الطيب يعني كان موجودا ايضا في الرياض، الرئيس اشار الى هذه المساله وان مصر جزء اساسي من هذه الحرب، والسعوديين ايضا باقامتهم لهذا المركز كان مقصودا ان يتم افتتاحه في هذا المؤتمر. فقضيه الارهاب متعدده الجوانب، الحديث يستخدم عبارات والفاظ يعني لا تتحدث عن مواجهة التحدي. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم. نبقى مع ثمار هذه القمة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلا بأنها قد تشكل بداية النهاية بالنسبة للجهات والدول الداعمة والممولة للإرهاب. معي من الرياض الدكتور نايف الوقاع رئيس وحدة الدراسات المدنية بكلية الملك خالد.
خالد العسكرية. دكتور نايف تحية لك. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك دكتور نايف، يعني كيف تعاولون على القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ويعني ما يمكن أن تنجزه في تقصير الطريق نحو القضاء نهائيا على الإرهاب في العالم؟ حياكم الله أخي الكريم. نقول يجب أن لا نقف مباشرة إلى القمة، وإنما نستذكر جزئية بسيطة قبل أن تحصل هذه القمة الاستثنائية في مكانها وفي الدول المشاركة بها وبأهدافها. المملكة العربية السعودية بذلت جهود دبلوماسية على مدى أشهر طويلة. نحن نعرف موقف الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية من العالم الإسلامي ومن الشرق الأوسط بالتحديد. استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحول لحظة تصادم حقيقي مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف استراتيجي. نتج عن هذه القمة الغير مسبوقة، وبالتالي أهداف هذه القمة ظهرت أجزاء كبيرة منها الآن. هناك تحديد للإرهاب، هناك مصادر الإيقاف، هناك تعريف للإرهاب، هناك اتفاق كامل وتشكيل الحلف الاستراتيجي للشرق الأوسط والعمل على وجود قوات تكون تحت إمرة هذا الحلف. هناك اتفاق على تشكيل منابع تمويل المالي للإرهاب، افتتاح المركز الدولي لمكافحة الفكر المتطرف الذي فعلا يعتبر مفاجأة في حجمه وفي خاصاته والتقنية التي يعمل بها. حقيقة أن المملكة العربية السعودية قدمت دفاعا للعالم غير مسبوق بهذه القمة وبهذه المركز وبهذه النتائج. كيف يمكن البناء على ما تحقق خلال هذه القمة وإبطال أي مفعول لقوى الشر التي يعني كررها أكثر من مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن العالم يشهد حاليا صراع بين قوى الشر وقوى الخير، وأن يعني الكفة لن ترجح لصالح الخير إلا إذا كان هناك حالة من التكاتف والشراكة بين الدول كلها، يعني الدول العربية والإسلامية والغربية كذلك؟ سبب اضطراب المنطقة حقيقة هو مبدأ الفوضى الخلاقة التي تركها جورج بوش ابن وكوندوليزا، وما عزز هذه الفوضى هو مبدأ أوباما عندما انسحب من المنطقة وترك إيران وميليشيات إيران تعبث في أمن هذه المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما انكفأت عن المنطقة تمدد الآخرون لملء هذا الفراغ، روسيا، إيران، ميليشيات إيران. فاضطرت المملكة العربية السعودية أن تنشأ التحالف العربي والتحالف الإسلامي وقيادة عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمن في اليمن. هنا أصبح لزاما على دولة ما في الشرق الأوسط أن تأخذ زمام المبادرة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون المملكة العربية السعودية. هذه الاتفاقيات اتفاقيات جادة، اتفاقيات دولية، هناك فرق عمل تتنبثق، هناك متابعة حديثة. المملكة العربية السعودية ودول التعاون الخليجي لديهم تنسيق مشترك منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم تنسيق مع مصر، لديهم تنسيق مع قوى أخرى في المنطقة. الآن الذي حصل أنه هذا التنسيق الجزئي أو البيني ارتقى إلى تنسيق استراتيجي، وبالتالي لو لاحظنا الاتفاقيات الدفاعية التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة في أول مرة تسمح له. وفي الواقع هناك عوامل يجب أن توضع في الاعتبار بشكل كبير، الأبعاد الأيديولوجية والتنموية والسياسية، المواجهة الفكرية للإرهاب، وهذه هي المقاربة الشاملة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته كذلك. السؤال، ما هو الضامن حتى تنجح هذه القمة أن تضرب الإرهاب في عقر داره؟ يعني ما الآليات التي تكفل تكفيف منابع التمويل؟ حقيقة هو واضح أنه الآن حدد المسرح. في السابق كانت الولايات المتحدة تتحاشى ذكر إيران وتجريم إيران بشكل علني. القمة العربية لأول مرة، قمة البحر الميت في الأردن،
أول مرة تجرم إيران وتذكرها بالاسم. فبالتالي هنا واضح أن هناك اتفاق شامل، لكن طالما لا ينبني على ذلك عقوبات اقتصادية على أرض الواقع أو استهجان دولي واستبعاد للطرف الإيراني من أن يلعب أي دور في وساطة أو في تسويات في ملفات عربية ساخنة مثل الملف السوري على سبيل المثال، فكأن شيئا لم يكن. بالتأكيد عبارة أن إيران إرهابية، إيران تدعم عن الإرهاب، إيران رأس الحربة في الإرهاب، هذه تسعى أمور عملية. إذن ينتظر إجراءات تصعيدية نشهدها في القريب على خلفية القمة العربية الإسلامية الأمريكية. بالتأكيد هناك أمور معلنة وأمور غير معلنة، وتطور أنه سيتم تجميد عضوية إيران في بعض المنظمات الإقليمية كمنظمة التعاون الإسلامي وبعض المنظمات الإقليمية. كل هذه الألفاظ لا يمكن أن يتعامل العالم الآن مع إيران وقد وصفت من قمة عالمية بأنها دولة إرهابية وراعية للإرهاب. هناك إجراءات، هناك تعزيز أمني، هناك دعم لقدرات الجيوش في المنطقة من قبل الولايات المتحدة لمواجهة هذا الخطر الإيراني. أعتقد أن الإيرانيين الآن في حالة ذهول من قدرة المملكة العربية السعودية في جمع هذا الحشد الهائل من الدول واتفاقهم على موقف موحد من أن إيران هي رأس الحربة في الإرهاب. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، ويعني يؤمل أن نشهد في القريب يعني القضاء تماما على الملاذات الأمنة التي توفر الإرهاب والتي قد تصعب من المعركة للقضاء عليه تماما. جزيل الشكر دكتور نايف الواقع رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية، متداخلا معنا من العاصمة السعودية الرياض. أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حرص الحكومة المصرية على استعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والتعدي والمتعدى عليها والانتهاء من إزالة التعديات وفقا للتوقيتات المحددة. جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل اليوم اجتماعا لمجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها. شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الأنشطة التدريبية العملية التي نفذها طلبة القسم النهائي من الكلية الحربية الدفعة 111 حربية في كافة التخصصات. بدأت الأنشطة بعرض المواصفات الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واستعرض الطلبة مدى ما وصلوا إليه من دقة ومهارة عالية في تنفيذ الأنشطة العملية طبقا للأزمنة القياسية، وشملت أسلحة المشاة والمدفعية والمدرعات والاستطلاع وحرس الحدود وأحدث الأنظمة والمعدات المستخدمة في الإشارة والحرب الإلكترونية وأنظمات التأمين الإداري لعناصر الإمداد والتموين والأسلحة والذخيرة. أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة 48 إرهابيا إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتولي قيادة جماعة داعش قيادة بجماعة داعش الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا والانضمام إليها والمشاركة فيها وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية وماري جرجس بالغربية. كما تضم قائمة الاتهام تهم بالقتل والشروع في قتل المصلين في تلك الكنائس وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعها وحيازاتهم لسترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، وكذلك الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم الإرهابي بدولتي ليبيا وسوريا.
استرداد الأراضي المتعدى عليها في الدولة المصرية بالتأكيد واحدة من الأولويات، وتم تسريع الخطة باتجاه ذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعه جدول زمني نهاية هذا الشهر للانتهاء من هذا الموضوع. وبالتأكيد في هذا الإطار أيضا وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسرعة استعادة هذه الأراضي والانتهاء من إزالة هذه التعديات في الوقت المحدد لها. معنا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل عبد الحميد معالي محافظ دمياط. تحية لك دكتور إسماعيل. مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني ما الذي تم بالتأكيد الإجراءات على قدم وساق وفاء بالالتزامات التي اتخذت بشأن استرداد كافة الأراضي المملوكة للدولة وإزالة جميع التعديات، ما الذي تم حتى الآن؟ هو الحقيقة ده الاجتماع الثاني اللي بيعقده السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان النهاردة الحقيقة فيه يعني كل السادة الوزراء المعنيين والمعنيين بجهات الولاية على الأراضي، لان حضرتك عارفه دايما تعدد جهات الولايه قد يكون مشكله، لكن الحقيقه النهارده كان في تناغم يعني غير مسبوق من الحكومه بالكامل على التشديد على ازاله كافه التعديات على الاراضي املاك الدوله وقضيه وضع اليد. الحقيقه الاجتماع النهارده لو قدرنا نلخصه في اربع نقاط رئيسيه: مناقشه الموقف الحالي بعد عرض كل من الساده المحافظين للموقف الحالي، ومناقشه تجديد العقوبات الرادعه على التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة حتى لا يتم تكرار ذلك في السنوات التالية يعني، ومناقشة كيفية تقنين أوضاع بعض الحالات اللي احنا شفناها على الأرض، ثم مناقشة المشاكل والمعوقات أثناء عمليات التنفيذ، ثم إصدار مجموعة من التوصيات. هي السيد رئيس مجلس الوزراء يعني أوضح وبشدة لجميع الحاضرين إن احنا محتاجين جهد أكبر خلال العشر أيام القادمة لزيادة نسبة استرداد أراضي الدولة المعتادة عليها، وكمان أكد على وجوب الحسم والجدية بشكل واضح في جميع حالات التعدي بصرف النظر عن من هو المتعدي ومن هو واضع اليد، وإن احنا كمان عندنا استمرار لهذه الحملات سواء بقى في إشغالات الطرق أو في التعدي على البحيرات حتى بعد 31/5. وأكد الحقيقة دولة رئيس الوزراء على أن المحافظ هو المسؤول الأول في المحافظة، ويجب على جميع الجهات صاحبة الولاية أنها تعمل بشكل يعني في تناغم مع المحافظ وتوفر كافة البيانات الدقيقة. كمان الحقيقة النهاردة كنا بنعرض فكرة متابعة عملية التعدي على الأراضي الزراعية باستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وتم عرض مجموعة من النظم الحقيقه اللي يعني هيتم بعد كده متابعه العمل بيها باستخدام التكنولوجيا الحديثه ونظم الجي اي اس وخلافه. كنا بنتكلم كمان على تشديد العقوبه على المتعدين على اراضي الدوله ومراجعه جميع التشريعات للحفاظ على اراضي الدوله من اي تعديات اخرى، وكمان بعد ما نسترد الارض دي ايه هي الخطه اللي احنا هنحطها عشان نعيد استغلال الأرض دي بشكل جيد يعود بعائد ونفع على المواطنين المصري بالكامل. بالتأكيد مسألة تعظيم الاستفادة مما يتم استرداده من أراضي وإعادتها إلى سيطرة الدولة من جديد وإزالة كافة التعديات مسألة بالغة الأهمية لا تقل عن هذا الإنجاز المتمثل في يعني استرداد جميع الأراضي في هذا الوقت القياسي نسبيا والالتزام بالجدول المحدد التزاما بتكليفات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد. بالتأكيد تبقى متابعتنا لأصداء وثمار القمة العربية الإسلامية الأمريكية اللي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وسط كثير من التعويلات على هذه القمة بأن تكون مختلفة بكل ما تحمل هذه الكلمة معنى عن سابقاتها من المقاربات للقضاء على الإرهاب، وأن تكون ضربة في مقتل لأيادي التمويل للإرهاب وتكرس للشراكة كما ينبغي أن تكون بين الدول العربية والإسلامية من جانب وأيضا بين الشركاء الدوليين من جانب آخر. نبقى معكم ولكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة مع زميل عمرو عبد المجيد.
إلى أي مدى ممكن أن نستشرف أو نسترشد من كلمات القادة اللي تفضلوا بها على مدار فعاليات اليوم لهذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، خطى سوف تتخذ في الفترة القادمة للقضاء تماما على الإرهاب، استئصاله من جذوره، تفعيل المقاربات الشاملة اللي طرحت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربما تنفيذ أيضا الرؤية المتفائلة اللي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذه القمة قد تكون بداية النهاية للدول والتنظيمات الداعمة والممولة للإرهاب لتكرس لتعاطي جديد مع الممارسات التي تتبناها بعض الدول ومنها إيران في مسعاها الداعم للأخطار المحدقة بالمنطقة بل وبالعالم، وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية العربية وغير ذلك من الممارسات. نحاول أن نستشرف الأفق لما سوف تكون عليه الإجراءات اللي هتتخذ في الفترة القريبة القادمة والبناء على ما تحقق من بعض المؤشرات الإيجابية في هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية. وبوجه تحية لضيفي في هذا الحوار، الأستاذ مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أهلا بحضرتك. وبوجه تحية أيضا للأستاذ سامح عبد الله مدير تحرير الأهرام، أهلا بحضرتك. عبد الله تمام. أبتدي مع حضرتك أستاذ مهدي، وبشكل مبدئي طبعا دي أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي تأتي في إطار جولة المحطة الأولى السعودية، يعقبها إسرائيل وبعد كده الفاتيكان، وبتيجي في وقت أيضا قد يكون كان في تصريحات سابقة يعني مثيرة لمخاوف العرب والمسلمين، إجراءات تصعيدية تجاه المهاجرين المسلمين وغير ذلك يعني مما أثير، تلويحات أيضا ربما بتشدد تجاه القضية الفلسطينية لا ينبئ بالخير يعني للتسوية المرجوة. ثم يعني جاءت فعاليات هذه القمة ربما لتغير الدفة بعض الشيء، علما بأن يعني صعب أن احنا نجزم بأي شيء إلا إذا حدث تطور حقيقي ملموس على أرض الواقع. قراءة حضرتك للمشهد كله على هذه الخلفيات. هو في الحقيقة أنا قلت أن النهاردة أصبح دونالد ترامب الرئيس الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية. كان يتحدث، وتكلمنا احنا في الموضوع ده في أثناء الحملة الانتخابية، كمرشح ويخاطب الداخل الأمريكي ويداعب بعض مناصري. الرئيس الأمريكي هو ممثل للسياسات الأمريكية العليا وليس ممثل لنفسه، ولا يمكن قياس ما يحدث في مثلا بلد زي إيران أن هناك آية الله بما يحدث في أمريكا. الرئيس الأمريكي قد يكون له وجهات نظر في أمور معينة، لكن الحاكم الفعلي هو الكونغرس الأمريكي والمؤسسات المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي يعني تدلو بدلوها في أي من هذه الأمور. ما نراه اليوم في نقطتين: أولا اعتدال السياسة الأمريكية المعتادة تجاه الشرق الأوسط، نتاج ما تم من وراء الكواليس سواء من زيارات متبادلة مع قيادات عربية مثل الرئيس السيسي والملك الأردني وبعض القيادات العربية الأخرى، وأيضا عمل دؤوب من السعودية. لابد أن لا ننكر أن ما حدث اليوم هو نتيجة أن يعني الجيل الثاني من القيادات السياسية السعودية تعي جيدا كيفية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكان دائما يعني العرب تعاملهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تعامل عاطفي وليس تعامل واقعي. وقد رأينا أن في خلال فترة أوباما كان هناك تضارب شديد بين المواقف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ما نراه الآن تناغم على أعلى مستوى. كان هذا نتيجة عمل عادل الجبير، وهو يعني شخصية تفهم أمريكا أكثر من كثير من الأمريكان، يعني الأمراء الجدد في الولايات في المملكة العربية السعودية وتفهمهم للسياسة الأمريكية، بالإضافة للباكج نفسه أو المنظومة نفسها، هي منظومة اقتصادية أولا وأخيرا، ثم سياسية، ثم تعني بدراسة أو يعني قضايا المنطقة مثل قضية الإرهاب، والتي عالجتها من ناحيتين. ناحية أن لابد أن يكون هناك فرص اقتصادية للشباب
في المملكة العربية السعودية وتكون هناك منافع مشتركة بين السعودية وأمريكا، والمرحلة الأخرى كيفية مقاومة هذا الإرهاب بدخول يعني البلاد الفاعلة مثل مصر. وسنعلق بعض المشاهد اللي رأيناها ماذا تعني وإزاي تعاملت وليه معمولة بهذا الشكل. فما رأيناه الآن هو السياسة الأمريكية تلعب دورها الحقيقي بدون الهتافات وبدون الهجوم على الشرق الأوسط وعلى الإسلام والمسلمين الذي قالوا الشخص ترامب كمرشح وليس كممثل للولايات المتحدة الأمريكية. الآن نرى ماذا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للتعاون بينها وبين السعودية وكيفية وضع كل هذا مع بعض. أستاذ سامح عبد الله، لو عملنا قراءة سريعة في أهم ما ورد في كلمات كبار القادة اللي حضروا هذه القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية، وإلى أي مدى نجحوا في وضع أيديهم على مواطن الداء وأصبح هناك إرادة حقيقية مختلفة عن أي وقت مضى لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه تماما، وإذا كان كل ذلك توافر ما الذي ينقصنا كدول عربية وإسلامية في هذه المرحلة؟ شوف حضرتك، طبعا الحدث مهم، تجمع أكثر من 50 يعني من قادة الدول على أرض المملكة العربية السعودية في حضور الرئيس الأمريكي، وكلام كتير حوالين الإرهاب وضرورة مواجهة الإرهاب وتفعيل الجهود ودعم من كافة الجهات. ولكن يعني لو عايزين نحط الأمور في نصابها الحقيقي، وأنا بحاول أقرأ الواقع دون مجاملات، هو ما شاهدناه اليوم هو مزيد من أمور موجودة على الأرض. يعني أنا ما شفتش النهاردة حاجة استراتيجية رهيبة كبيرة حصلت. يعني مثلا أهم ما جاء في 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 البيان الختامي الترحيب باستعداد بعض الدول المشاركة في أنها تقدم قوات لمواجهة الإرهاب في العراق وسوريا إذا دعت الحاجة. يعني طبعا جملة جميلة جدا وفضفاضة، ولكن في كل الأحوال ما احنا عندنا دلوقتي قوات فعلا، يعني عندنا تحالف تقود السعودية وتحالف تقود الولايات المتحدة، يفترض يعني أنه موجود على الأرض. ففكرة التحالفات وتجميع قوات وكده يعني الفكرة جديدة مش جديدة، موجودة. والصياغة الفضفاضة بتاعتها ديت يعني ما عرفش إذا كانت يعني تعكس التزام حقيقي أم نوايا. يعني حضرتك ما بتقفش عند تحميل ترامب إيران مسؤولية عدم الاستقرار اللي بيحصل في المنطقة والعالم، وأن هي رأس حربة لكل ما يمارس من العنف في السنوات الأخيرة. هل بتستبعد أن يرقى هذا الأمر، خصوصا أن في توافق بشأنه من الدول ذات الثقل في المنطقة وفي العالم، أنه يرقى إلى استهجان حقيقي لإيران، استبعاد ليها، عقوبات اقتصادية تطبق يعني اتجاهها، يعني ما إلى ذلك؟ يعني هو في نغمة مختلفة تجاه إيران من الإدارة الأمريكية بقى لها شهور، فبرضو ده مش جديد. يعني تأكيد حضرتك تقصد نبرة تصاعدية؟ نعم. وضرورة مراجعة الاتفاقية، ويعني كلام مش جديد يتقال النهاردة. وبعدين برضو لو إحنا عايزين نتكلم على مواجهة الإرهاب بجد مش بنهزر يعني، فإيران قد تكون إحدى القوى الفاعلة أو إحدى القوى المؤثرة أو إحدى القوى اللاعبة أو يعني في هذا الإطار. بس في دول أخرى، في دول يعني من الدول التي شاركت في المؤتمر النهاردة دول إسلامية تقوم بدعم جهات أو فئات تقوم بعمل إرهابية في دول أخرى. يعني دون ذكر أسماء عشان ما نعملش مشاكل. يعني حضرتك بتستبعد أن ممكن في وقت قريب نشهد على غرار اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، اتفاقية حظر التعامل مع الدول الداعمة؟ لا قصة كبيرة خالص الإرهاب. ده قصة كبيرة جدا، وأنا مش مقتنع حتى الآن أن الولايات المتحدة لديها رؤية واضحة المعالم وتتفق مع رؤيتنا في مواجهة الإرهاب. الولايات المتحدة تدعم قوة
حتى اوباما، يعني انا ما اعرفش الحقيقه ترامب لسه لم يختبر في هذا المساله، بس في عهد اوباما كانت القوه يعني الجماعات بين قوسين الارهابيه او التي تقوم باعمال ارهابيه او اعمال عسكريه على الارض احدى ادوات تنفيذ السياسه الخارجيه. وزي ما حضرتك قلت ترامب لم يوضع موضع التجربه الفعليه، نحن يعني نستشرف الاجواء يعني او نحاول فك رموزه. بس انا في تقديري ان السياسات الامريكيه الاستراتيجية من الصعب تغييرها لأن دي مش مرتبطة بشخص. طب اسمح لي أتوجه بنفس السؤال أستاذ مهدي عفيف، يعني بالفعل لا تتغير الاستراتيجية الأمريكية بتغير الوجوه؟ لأن السؤال ده طالما يكون عندما يكون هناك سباق رئاسي جديد وقادم جديد إلى البيت الأبيض، أم لو يعني قدرنا بشكل أو بآخر نعتبر القمة يعني تجربة مبدئية، هل أتى ترامب بجديد؟ هل أتى بجديد عندما تحدث بأن الولايات المتحدة تحارب حربا بالإنابة عن منطقة الشرق الأوسط؟ هل أتى بجديد عندما تحدث بأنه الولايات المتحدة حتقوم بإصلاحات تدريجية لدول بمنطقة الشرق الأوسط ولكنها في ذات الوقت لن تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول وغير ذلك؟ هو مهم جدا أن احنا نفهم يعني إيه أن السياسة الأمريكية الخارجية بالذات سياسة تعتبر شبه ثابتة. هي ثابتة بس تتغير. يعني إيه ثابتة بس تتغير؟ يعني بتبتدي تقريرها مش بقدوم رئيس جمهوري أو ديمقراطي. واللي كثير من الناس بتكلم فيه ما قام بتنفيذه الرئيس أوباما والمحيطين كان مخطط له من أيام بوش. يعني موضوع ودي شيء أنا رأيته بنفسي في السياسة الأمريكية، قالت أنه لابد أن تتواجد حكومات في الدول العربية بصبغة إسلامية كنوع من أنواع إتاحة الفرصة للحريات، كنوع من أنواع بعد الإرهاب، عشان ما أمريكا ما يبقاش شكلها هي اللي بتمنع المسلمين إنهم ينشأوا. نشأ هذا الكلام ده في عهد بوش، تم تطبيقه على مدى طويل، وكان ذلك ليس فقط من الإدارة الأمريكية لكن كان بسبب قصور الدول العربية والإسلامية من تواجدها جوه أمريكا نفسها. ناس كتيرة فاكرة ما فيش حاجة جوه الأمريكا اسمها الإخوان المسلمين مثلا، لكن لهم تواجد شديد في أماكن مختلفة تحت مسميات إحنا ما بنعرفش نتعامل معها، تحت مسميات حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن الحريات. ولهم أذرع ممتازة جدا. يعني إيه ممتازة؟ الجيل الثاني الخريج هارفارد وييل وبرينستون، الناس اللي بتعرف تتكلم اللغة الأمريكية. اللغة الأمريكية ليس أعني اللغة الإنجليزية، أعني لغة السياسي الأمريكي، لغة الخطاب. بتيجي في مؤتمرات تجري حضرتك خمسة على أعلى مستوى بيتكلموا في نقد مصر ونقد السعودية ونقد ما يكون داخل مصر بعقلية وبمفهوم يفهمه السياسي الأمريكي والعقل الأمريكي. ومدعو في هذه المؤتمرات ناس من الخارجية الأمريكية ومن CIA ومن FBI ومن جميع المؤسسات الأمريكية العملاقة، فبيستطيع هؤلاء أن يقوم بتنفيذ ما يعتقد بأنه سياسات داخل المنظومة الأمريكية. أمريكا هي من يستطيع أن يقنع الأمريكي برأيه. وقلتها قبل كده، ليه النهاردة إسرائيل هي الولاية الأولى جوه أمريكا؟ لأن اليهود فهموا الكلام ده من 70 سنة وبدأوا يخططوا أن لابد أن يكون لهم دور في المطبخ السياسي الأمريكي. ما فيش سيناتور ولا كونغرسمان ما عندوش 2-3 من أكفأ الباحثين من لهم يعني خلفية يهودية أو من إسرائيلية، وذلك مش عشان إنهم يهود، ذلك عشان إنهم ناس كفء وعلى أعلى مستوى من البحث والدراية، ويستطيع إنه هو يقدم للكونغرسمان أو السيناتور ده بحث يقول إن من المصلحة الأمريكية أن نقوم بعمل كذا وكذا وكذا. تبع هذا إحنا قاعدين نايمين في الدول العربية وفي مصر وهناك مؤسسات تعمل ليل نهار على إقناع السياسي الأمريكي بأن هناك لابد من وجود مثل المثل التركي زمان طبعا، لأن الموضوع ده انتهى. دلوقتي أنا بتكلم على تاريخ النهاردة. السياسي الأمريكي أيقن أنه أخطأ خطأ كبير في أنه حاول يطبق الحريات الأمريكية والديمقراطية الأمريكية في الدول العربية بشكل غير مفهوم، تبعا لضغوط غير مفهومة. ولذلك رأينا ما رأيناه مع ترامب الآن، يأتي الرئيس الأمريكي بفكر لكن لابد الدعم يكون جاي من الشعب نفسه ألا وهو ممثلا في الكونغرس. مش فكرة دعم فقط يا أستاذ مجدي، بمعنى ودي حقيقة تساؤلات بيطرحها كثيرون، شيء طيب جدا أن نبتدي نتكلم عن دور فاعل الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب وغيرها من القضايا المحورية، لكن ما الضامن ألا تكون
يعني المعايير والمفاهيم والتحركات وفقا للتفصيلة الأمريكية وفقا للمصالح الأمريكية، حتى اختزال الإرهاب نفسه في أنه هو يكون مرتبط بتنظيم أو تنظيمين ويغض الطرف عن ممارس الإرهاب الأكبر. تمام. الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ما هو النهاردة إحنا في عالم واقعي، إن لم يكن لك صوت وتأثير فما فيش مين يقدر يكلم أمريكا. النهاردة يوم ما يطلع من 55 رئيس دولة عربية وإسلامية، اثنين بس بيتكلموا في القضية الفلسطينية. أنا لو راجل أمريكي بقعد أشوف قدامي 55 اثنين مهتمين، أنا أهتم ليه؟ إحنا للأسف إحنا عاطفيتنا هي دي اللي مودينا في ده. إحنا ما بنتكلمش بالواقع. إن كان العرب والمسلمين غير مهتمين بالقضية الفلسطينية، لا الفكرة مش كده، لكن الفكرة أن أصبح هناك ملفات عربية ساخنة أخرى، يعني يعني صعب إخفال ما يجري في سوريا الآن من تداعيات. تمام. يعني تمام. هناك مشكلات كبيرة، يعني مشكلات داخلية طاحنة تواجهها هناك مشكلات كبيرة. مين اللي يقدر النهاردة يواجه هذه المشكلات؟ إحنا دايما نعول على أمريكا إنها تجيلنا وتدينا الحلول، الكلام ده ما ينفعش. طيب أمريكا كلامي مع حضرتك كان عشان مش عايزين نطفي يا أستاذ سامح عبد الله، منتظرا كثيرا. أستاذ سامح، يعني نرجع تاني لملف ما طرح خلال القمة على مدار اليوم، وكان في كثير من الأطروحات، منها المقاربة الشاملة لاستئصال الإرهاب من جذوره، الرؤية المصرية اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بتحمل أبعاد مختلفة تنموية سياسية وغيره، ودايما مواجهة الفكر المتطرف، المواجهة الفكرية في حد ذاتها، وكانت مسألة مطروحة قبل ذلك بكثير، طرحها السيد الرئيس في أكثر من موقف وفي فترات سابقة، وطالب دوما بأن يكون في تصويب للخطاب الديني لأنه قد يسرع من الخطى بشكل كبير جدا. من خلال ما جرى في القمة، إلى أي مدى حضرتك بتشوف أن يعني تحقيق ذلك في المتناول، خاصة أن صعب أن دولة بمفردها هي اللي تحقق ده؟ بس أما تبقى الدولة دي مصر وممثلة برئيس يحظى باحترام دولي كبير، وكان واضح جدا في هذه المناسبة يعني واجتماعاته مع ترامب والطريقة التي عمل بها، ويعني يكون شخص بهذا المستوى ويقول كلمة في محفل بهذا الشكل فبيبقى مؤثر. و الأهم إن كانت الرؤية واضحة وصريحة، ويعني يعني ملخصها كده، يا جماعة إحنا بنهزر ولا بنتكلم جد؟ أنتوا عايزين تحاربوا الإرهاب فعلا ولا هنقعد نتكلم بس كده ونلف وندور من غير ما نوصل لحلول حقيقية؟ عايزين تحلوا الإرهاب؟ آدي الأجندة. واحد، في ناس بتدعم وفي ناس بتدي سلاح وفي ناس بتدرب وفي ناس بتأوي إرهابيين وفي ناس بتقدم سلاح وفي ناس لا، هي الكلمة اللي كان بجد معناها إحنا بنهزر ولا بنتكلم جد؟ ويعني اسمح لي ألبس النظارة عشان أعرف أقراها. لما وجه رئيس السيسي أثناء كلماته في القمة عدة تساؤلات، ما ده اللي بقوله، أين تتوافر الملاذات الأمنة للتنظيمات الإرهابية التدريب المقاتلين؟ مين اللي بيدي فلوس؟ مين اللي بيعمل إجراء الإحلال والتبديل؟ من الذي يشتري منهم الموارد الطبيعية التي يسيطرون عليها كالبترول؟ من الذي يتواطأ عبر تجارة الآثار والمخدرات وما إلى ذلك؟ فهذه الفكرة. يعني أنتوا إحنا بنتكلم بس كده، يعني قاعدين عشان نتكلم ولا عشان نشتغل بجد؟ عايزين نشتغل بجد. آدي الأجندة. وبعدين الأهم كمان من كده فكرة التنظيم وتنظيمين ولا نتعامل مع كل الأنظمة، دي برضو كانت رقم واحد أعتقد في الألو رئيس. بمعنى إيه؟ ألا يختزل الإرهاب في تنظيم أو تنظيمين. نعم. بمعنى أن مثلا في دول معينة بتدعم جماعات تندرج تحت هذه الفئة الإرهاب لمجرد أنها بتخدم مصالحها أو بتعارض جهات هي هذه الدولة تود أن تعارضها بشكل أو بآخر. في دولة مثلا يعني دولة عربية صغيرة موجودة كده جنب السعودية، مش هقول اسمها، بتدعم مثلا إرهابيين في ليبيا وبتدعم إرهابيين في مناطق أخرى. فإحنا طبعا هم مش شايفينهم إرهابيين، هم شايفينهم مجاهدين، شايفينهم ناس أحرار، يعني أيا كان المسمى يعني. بس لما يبقى في قوة بتهدم الدولة دي قوة إرهابية، فإحنا في الآخر خالص عايزين فعلا. هل يستقيم أن دول تكون أسماءها مرتبطة بأفعال من هذا القبيل اللي حضرتك بتشرحه، وفي نفس الوقت تبقى منبرية ومتصدرة المشهد في تسويات متعلقة بملفات عربية حيوية؟ هذا ما يسمى بهيبوكراسي أو نفاق السياسة. يعني وبعدين برضو السياسة مصالح. يعني أنا زي ما كنت بقول من شوية، الولايات المتحدة كانت تدعم جماعات إرهابية بين قوسين تقوم بأعمال إرهابية لتحطيم دول، فليه؟ لأنها تحقق مصالحها، وده بقاله فترات طويلة وهيستمر ده لفترات طويلة من وجهة نظر، لأن دي قضية أساسية بقالها سنوات طويلة بيعدوا ليها.
ففي الاخر خالص انتوا بتتكلموا على الارهاب ولا بتتكلموا على القضاء على الجماعات اللي هي المناوئه ليكم او المعارضه لمصالحكم او خلاف. اذا كنا بنتكلم عن الارهاب عايزين نقضي عليه بجد يبقى دي الاجنده اهي. كل من يقوم بهذه الاعمال ويحاول تحطيم الدول من الداخل لابد ان نتصدى اليه بالشكل الملائم. كلمه احلى كلمه اتقالت اروع كلمه اتقالت ومختصره ومفيده وادي اجنده للعلاج. هنشتغل ولا يعني هنقعد نتكلم من غير عائد حقيقي يعني. عجبتني قوي كلمه الرئيس. استاذ مهدي القمه بتاتي وهذا الحضور القوي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الحضور ليس فقط يعني في التواجد جسمانيا بقدر ما في تعاطي ربما اللي كان مخالف لتوقعات البعض بالنظر ايضا الى بعض الخلفيات، يعني تصريحات ترامب بشان المسلمين في وقت سابق اللي بالتاكيد اثارت جدل واسع في الولايات المتحده مش بس كمان على مستوى العالم، وما اثير من مساعي للحد من تدفق المسلمين المهاجرين المسلمين الولايات المتحده، ما اثير ايضا حول نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس وكثير من هذا القبيل. يعني البعض بيعول على الدور الأمريكي بعد ما شاهدناه بشكل مبدئي في هذه القمة، والبعض الآخر بيرى أن هذه التصرفات تنطوي على قدر كبير من التناقض، يعني عمل لخبطة بشكل أو بآخر. حضرتك قراءتك إيه للموضوع؟ هو الواقع أن المرشح ترامب غير الرئيس ترامب. المرشح ترامب كان يخاطب فئة معينة وكان يخاطب الداخل ويحاول يعني جمع أنصاره للفوز بالانتخابات. أي شخص بمجرد دخول البيت الأبيض تتنحى عنه صفته الشخصية، له أفكار ومبادئ. لكن رأينا اليوم أن ترامب اللي كان يخطئ في العرب والمسلمين، كلام حضرتك ده خطير جدا، لا ده لأن معناه أن الكلام اللي كان بيتقال قبل كده والبرامج الانتخابية هي للاستهلاك الإعلامي والاستهلاك الانتخابي، وبعد ما الشخص يتولى المنصب أنا قلت هنا يعني التوجهات لا تختلف، يعني ممكن في التفاصيل لكن الثوابت المفروض أنها تكون واحدة. أنا قلت الكلام في هذه القناة أكثر من مرة وقبل الانتخابات، يا جماعة هذا كلام للاستهلاك الداخلي للانتخابات. ليه؟ لأن أمريكا دولة مؤسسات، لن يسمح لترامب أو غيره أنه يخرج بالمنظومة الأمريكية. لما عمل القرار المبدئي بمنع العرب والمسلمين جوه أمريكا قامت الدنيا ولم تقعد، وقاضية في خلال 24 ساعة أوقفت الرئيس الأمريكي. هي دي أمريكا اللي احنا برضو مش قادرين نفهمها. هو بيقول حاجات، ترامب كان ظاهرة زيادة عن اللزوم. ما حدث في الرؤساء السابقين حدثت برضو وعود بهذا الشكل أو بأشكال مختلفة، لكن جاء ترامب على أساس أنه هو المغير والذي يأتي من خارج المنظومة السياسية بأفكار جديدة. النهاردة نرى ترامب عنده بعض الأفكار الجديدة، ألا وهو كرجل أعمال بيحاول يطبقها في ما رأيناه في المملكة العربية السعودية، لكن في نفس الوقت هو بينفذ السياسات الأمريكية العليا. هو جاي النهاردة هيرجع أمريكا زي ما قلتها على حصان أبيض. أنا جبت 400 بليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية، جبت عدد معين من الوظائف، استطعت أن أقرب وجهات النظر الخارجية بعد أن كانت هذه المشكلة تؤرق كثير من المؤسسات الأمريكية وخاصة الخارجية ووزارة الدفاع. ما حدث مع العرب والمسلمين سيأتي النهاردة، ترامب الرئيس الأمريكي الذي ينفذ السياسات الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الهدية للشعب الأمريكي. وفي نفس الوقت احنا عندنا سياسة الوين وين سيتويشن، يعني لابد كلا الطرفين منتصر. الدول العربية أصبح لها يعني أمل أن تقوم أمريكا بلعب دور في المسألة السياسية في الشرق الأوسط، لعب دور في مقاومة أو مكافحة الإرهاب، لعب دور في مساعدة الدول العربية في أن يكون لها قوات يعني تسليح. يعني ما رأيناه في السعودية ده لم يسبق له مثيل، أن يسمح بإنتاج أسلحة معينة داخل دولة عربية ده ما كانش هيحصل. لكن أصبحت النهاردة المصلحة العليا كي إزاي أن الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى ما ترجوه، في نفس الوقت ما يبقاش عندي عسكري واحد في الشرق الأوسط، لأن ده الهدف. الهدف مش الحاجات دي بس، المواطن الأمريكي مش عايز يبقى عنده أفراد من الجيش بتاعه في أي مكان في الشرق الأوسط.
فلذلك تأتي هذه السياسات الجديدة متناغمة مع ما يحتاج الشرق الأوسط، سواء كان اقتصاديا، سواء كان من الناحية الخاصة بمكافحة الإرهاب، لأن الرئيس الأمريكي قال إن أحد وسائل مكافحة الإرهاب برضو هي خلق وظائف للشباب. 65% قالها كده بالظبط، 65% من مواطني الدول العربية من الشباب أقل من 30 سنة، ولابد أن تخلق لهم فرص لبعدهم عن الإرهاب. كلام ده كلام مؤسسات بحثية بتقول إن أحد وسائل مكافحة الإرهاب ليس فقط الخطاب الديني، لكن خلق فرص عمل للمعطلين، لأن الإنسان لما يبقى مشغول وعنده أمل في المستقبل هيبعد عن هذه الظاهرة. فما نراه هو تحقيق السياسات الأمريكية بالتوافق اللي هي فيها وين وين سيتويشن. أنا عندي سؤال وعايزة بس إجابة في جملة. لما ترامب يقول لن نقضي على قوى الشر دون أن يكون هناك شراكة حقيقية مع الدول العربية والإسلامية، هل يفهم في هذا السياق عقد جديد بين الغرب والعالم العربي والإسلامي؟ هل نقدر نحن تخطينا مرحلة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر والإسلاموفوبيا، وإن مش هنشوف بعد كده ربط بين الإرهاب وبين الإسلام، وبتأكيد الدين الحنيف يعني بريء من كل هذه الممارسات اللي بتلصق ما تقوم به بدين الإسلام؟ اللي أنا أقدر أقوله لك إن السياسة الأمريكية تتوجه الآن للتعاون، ودي برضو ما بدأتش في عصر ترامب. بعدما حصلت الإخفاقات في العراق وغيرها وغيرها، بدأ التوجه الداخلي من مؤسسات دعم القرار أن يكون هناك تعاون حقيقي، لأنهم رأوا أن العرب والمسلمين هم الحل الوحيد لهذه المسألة في مكافحة الإرهاب من خلال فهمهم لمكافحة الإرهاب. لكن لا يمكن أن احنا نتخيل أن في يوم وليلة الأمريكان هيحبوا المسلمين. تمام، بس سامح، هل في ممكن يبقى في القريب عقد جديد بين الولايات المتحدة ممثلة للغرب، أو بين الغرب بصفة عامة والعالم العربي والإسلامي، ونتخطى هذه الفوبيا وهذه الهواجس اللي دوما لصيقة بأي اعتداء على طول، يتبادر على طول بهذا التربص اللي دايما الحقيقة بيحصل في كثير من الوقائع؟ ولا أيضا هذا الأداء الأمريكي هو في إطار الاستهلاك، ولكن هذه المرة ليس الاستهلاك الانتخابي، وإنما يعني الاستهلاك الدعائي بصفة هذه الجولة هي أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي بعد تولي مهام منصبه؟ يعني هو في علاقات قوية تربط الولايات المتحدة بكثير من الدول الإسلامية، وما أعتقدش إن يعني الظروف الحالية أو البيئة الحالية تمهد لطفرة نوعية في شكل هذه العلاقات. يعني ما يعني أنا رأيي بصراحة شديدة، يعني يعني إن هذه المناسبة كانت أوباما جاي عشان يبيع سلاح ويقدم دعم معنوي. ترامب، حركة أسطى ترامب. 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 ما أنا قلت مين؟ أوباما. معلش بقى، ما أنا لسه الرئيس جديد. فترامب جاي عشان يبيع سلاح، وبالتالي يحقق مكاسب اقتصادية، ويقدم دعم يعني كلام. عشان كده أنا شايف إن حضرتك بتقول أوباما زلت لسان، ولا لا لا زلت ولا لسان. الحدث فكرك بالخطاب العاطفي لأوباما؟ لا، الخطاب العاطفي كان أنا فكرة أنا حضرته. لا 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 لا، أنا زلت لسان طبعا، ما كنتش أقصد لا، أنا أقصد الرئيس الحالي يعني. عشان كده أنا شايف إن هذه المناسبة رغم أهميتها ورغم الزخم الإعلامي المصاحب ليها، ورغم أنها رسالة واضحة لإيران، ولكنها ليست رسالة بالقوة المطلوبة، ولكنها رسالة واضحة أن الدول الإسلامية اجتمعت في السعودية وذكر إيران يعني بشكل معين، رغم كل ده لأنه لا يكفي ولا يمكن أن يكون بديل عن تنسيق عربي. يعني طيب، دعنا العقد الجديد بين على مصر والسعودية بالدرجة الأولى، تجديد الشراكة بين الدول العربية والإسلامية من ضمن ما حسب من يعني إنجازات لهذه القمة، على الأقل الروح المختلفة، يعني حتى لو خدنا بالأقوال
يعني يؤمل ان هي تترجم يعني لافعال في القريب ان شاء الله، ان هي بتجدد للشراكه المطلوبه اللي يعني يؤمل ان تتطور الى العمل العربي المشترك كما ينبغي ان يكون. عمل عربي مشترك على عيني وعلى راسي، انا مع العمل العربي المشترك، وانا من المؤمنين بالمثل العربي الشهير ما حك جلدك مثل زفرك اظافرك يعني. ف يعني احترم الولايات المتحده واقدرها وهي دوله عظمى ولديها وقدرات و ولكن طريقه النظر لكثير من الامور تختلف، ومصالحنا تختلف مع مصالحهم بعض في بعض الحاجات، في بعض الحالات او في بعض القضايا بشكل يعني يجعل الامر غير متطابق. والولايات المتحده في الاخر مش هتدافع عني، انا اللي هدافع عن نفسي. فمشاركه الولايات المتحده ومسانده الولايات المتحده شيء جميل ورائع ومطلوب وضروري، ولكن احنا ان يكون دفاعنا عن انفسنا مرتبط فقط بشراكه مع الولايات المتحده، ده خطا استراتيجي كبير يجب ان نتلافاه في اقرب وقت ممكن. استاذ مهدي، كان في حراك حاصل في العاصمه السعوديه الرياض ايضا بالامس وربما قبل امس، عقدت بالامس قمه امريكيه سعوديه وايضا قمه بين الولايات المتحده من جانب ودول مجلس التعاون الخليجي من جانب اخر، وكان من بعض ايضا ما اثير يعني ان في مذكره تفاهم او شكل يعني من هذا القبيل لي يعني ادانه انشطه وممارسات اي دوله تقوم بأي شكل من أشكال الدعم والتمويل للإرهاب. يعني هل ممكن تختمر هذه الفكرة بشكل أكبر لتكون محددة ومفعلة وتشمل أطراف أكبر في القريب؟ هو في الحقيقة يعني نظرا لأن هناك تقاطعات وتشابكات في من يدعمون الإرهاب ومين اللي بيسمي ده ارهاب وده ما بيسموهوش ارهاب. ما احنا في عندنا دول ضمن دول مجلس التعاون الخليجيه تدعم قوى معينه على اساس ان دي هي قوى التحرير. فهل يمكن لدول الخليج ان تصنف تلك الدول على انها داعمه للارهاب؟ طبعا شيء صعب. طبعا وده ينطبق على المقاومه الفلسطينيه، لان حتى هذه اللحظه بالتاكيد اسرائيل لا تنظر الى المقاومه يعني مقاومة. بانها مقاومه مشروعه بالطبع. والولايات المتحده يعني لو صارت على نفس النهج المعتاد في التحالف على طول الخط مع الشريك الاسرائيلي فسوف يكون المنطق واحد. هي احنا لدينا مشكله دائمه الا وهي ان احنا لا نعرف ان نشرح موقفنا او مواقفنا او الى اخره للامريكي. استطاعت إسرائيل أن هي يكون لها مراكز ثقافية ومؤسسات تشرح وجهة النظر داخل المجتمع الأمريكي، ولذلك أيا كان الرئيس في عز يعني مشاكل أوباما مع نتنياهو حصل على أكبر صفقة في التاريخ من الدعم من الكونغرس الأمريكي. فلذلك مهم جدا أن يقوم العرب والمسلمين ومصر بالذات على العمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية في توضيح الصورة. يعني ما احنا بنعول على لقاء الرئيس بالرئيس وهو شيء ممتاز، لكن أبسط مثل بعدما التقى الرئيس السيسي بالرئيس ترامب في واشنطن بعدها بأسابيع وفاجأ بمكالمات أن بعض أخواننا من مجلس النواب أو إلى آخره لديهم مشكلة، لأن داخل الكونغرس الأمريكي هناك تقارير بتدين مصر في مسائل معينه في حقوق الانسان والى اخره. وهم بيستغربوا جدا ان حضرتك اتكلمت في الموضوع ده، ومعلش عذر يا استاذ سامح بس جزئيه بس اخد راي استاذ مهدي فيها وبعد كده ارجع لحضرتك. طالما يعني عرفت الولايات المتحده بالتدخلات وفي بعض الاحيان كانت املاءات يعني مقابل ما ترتقي ان هي تنازلات بتقدمها من جانبها او مساعدات بتقدمها من جانبها في ظل انظمه سابقة، يعني إذا تحدثنا عن يعني دايما ولديها حساسية مفرطة تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر بعد ما أثره ترامب عن إصلاحات تدريجية في دول منطقة الشرق الأوسط وبأن ذلك لن يتبعه أو لن يتزامن معه تدخلات في الشؤون الداخلية لهذه الدول، يعني هل هو قدر هذه التصريحات وهل أراد بشكل أو بآخر أن يوصل رسالة بأن يعني عصور الإدارات الأمريكية السابقة انتهاء بأوباما قد ولت وأنه سوف يعني يغير بشكل جذري سياسات الرئيس السابق على الأقل أوباما في المنطقة؟ هو فعلا التوجه الأمريكي الآن حتى من الخطاب لا يتطرق لنقاط معينة
عرف داخل السياسة الأمريكية أنها نقاط حساسة مع الدول العربية ولن تؤتي بثمارها، فلا يتكلم الرئيس الأمريكي الحالي في هذه النقاط. لكن هذا لا يمنع أن احنا سنجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن احنا برضو مش قادرين نتخيل أن الرئيس الأمريكي هو ليس الفاعل، ممكن تبقى دي توجهاته، لكن الكونجرس ممكن نلاقيه بيدرس مسائل في البحرين مثلا عن حقوق الإنسان، بيتكلم في مسائل حقوق الإنسان في مصر، ولا يمكن أن احنا نقول أن دي أمريكا، لا، لأن المؤسسات المختلفة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستصدر قرارات. زي ما فوجئت مثلا أحد الصحفيين هنا كاتب أن الرئيس ترامب أعلن أن مصر منطقة خضراء وآمنة لكذا وكذا، كلام طبعا كلام فاضي، لأن الكلام ده أعلنته وزارة الخارجية في شهر 11 اللي فات، وكانت تحت يعني رئيس أوباما كان الرئيس. الرئيس الأمريكي ليس له سيطرة على المؤسسات البحثية داخل الخارجية الأمريكية. ده التقرير ده مبعوث لي أنا كأمريكي عشان لما أجي أروح مصر أعرف أن مصر كذا أو لبنان كذا أو إلى آخره. مفهوم يفعل. ففي هناك اختلاط في هذه المسائل. مش معنى أن الرئيس ترامب اتكلم بشكل معين عن توجهات سياسية أن كل اللي في أمريكا هيقولوا أمين. الكلام ده مش طيب. أستاذ سامح، لما الولايات المتحدة ممثلة في دونالد ترامب تقول أنها مش هتحارب حرب بالإنابة عن منطقة الشرق الأوسط، يعني في إطار الكلام اللي قاله النهاردة، وأفتكر امبارح أيضا لما كان يعني بيتكلم في إطار الحديث مع مجلس التعاون الخليجي وربما في أوقات سابقة كان أيضا طرح فكرة أن أمن الخليج وإسهام الولايات المتحدة في الحفاظ على أمن الخليج ليست مسألة مجانية أيضا، وفي أكثر من موقف يعني بيؤكد أن دوما ما يحكمه في المقام الأول هو المصلحة الأمريكية. من جانبنا شفناها هي 400 مليار من جانبنا كعرب، من جانبنا كعرب كيف يمكن أيضا أن يحكمنا مصلحة العرب مع عدم المساس أيضا بمصلحة الشريك أيا كان، حتى لو كان الشريك الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن يوضع في الميزان في ذات الوقت توازنات القوة المعتودة المعتادة؟ طيب احنا الاول لازم ننظر للامور نظره واقعيه. يعني احنا اسرى لافكار باليه وقديمه، ومثلا منطقه الخليج في فتره من الفترات، يعني انا استمعت ل يعني قيادي في 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 منطقه الخليج بيتكلم بيقول ان احنا اسقط في يدنا لما بريطانيا قررت انها تنسحب من منطقة الخليج في بداية السبعينات، وبينا مش عارفين نتصرف ازاي، ثم ظهر مش عارف القائد مين الذي جمع الشمل وعمل ايه. يعني فكرة ان تعتمد على قوة خارجية وقوة اجنبية في الدفاع عن مصالحك دي قضية يعني لها وزن في منطقة الخليج. انا بعترض على هذه المسألة. اوباما ترامب لما قال ما اعرفش انا ليه اوباما لما قال دي كده مقصوده لا غير مقصوده والله. ترامب لما بيقول لن يكون مجاني هو قال الكلام ده قبل ما ينتخب، وقال الكلام ده على اوروبا كمان، على حلف الاطلنطي مش بس على منطقه الشرق الاوسط. واظن بدا واضح انه هو جه قال شويه كلام حلوين وقال هنساند وهنعمل وخد 400 مليار ومشي، واعتقد نفس القصه هتحصل في اوروبا، بس مش هياخد فلوس انما هيزود لما يعمل اجتماعات حلف الأطلنطي هيزود نسبة مساهمة الدول الأوروبية في هذا الحلف اللي أمريكا يعني بتساهم بنسبة كبيرة فيه. فهو ده توجه موجود عنده وهو يحقق مصالحه، وأنا ما أقدرش ألومه عليه، إنما أقدر ألوم أنفسنا إن إحنا بننجر وراء أمور يعني باحثين عن الأمن، في حين إن يعني انا في تقديري مساله مش مضمونه 100%. يعني في الاخر خالص هو هيبيع لك سلاح وما عندوش تواجد ومش هيحارب معارك احد، ومش كده وانت لازم تدفع حسابك. طيب فلازم يبقى في استراتيجيه عربيه. يا جماعه احنا لما اتكلمنا على القوى العربيه المشتركه دي مش هزار، دي مساله مهمه ومساله جد، احنا لازم نوحد الجهود، ولازم يعني مش هينفع غير اننا نتحد في هذا المجال. بعد كده بقى نستعين بامريكا، نستعين باوروبا، نستعين بالصين، نستعين باليابان، نستعين بالعفريت الازرق. المهم ان احنا يبقى عندنا رؤيه محدده وقدرات مجمعه واستراتيجيه للدفاع عن المنطقه العربيه من المحيط الى الخليج، وبعد كده نطلب من الاخرين دعم تقديم الدعم.
وايا كان، انما ان 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 ان, أن يكون يعني الـ 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 الاستراتيجيه الرئيسيه او الـ كل البيض حاطينه في سله واحده، وهذه السله حتى موجوده بعيده خالص عننا في عبر يعني بينا بحور ومحيطات، فاعتقد ان دي سياسه يعني مقلقه لواحد زي على الاقل. ربما الساسه العرب اكثر خبره مني واكثر يعني فهما للامور، انا شخصيا اشعر بالقلق. استاذ مهدي، السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده ولا المقوله دي استهلكت بمرور الزمن؟ واقصد منها كذا معنى الحقيقه، اولا من خلال ما طرح، يعني هل هذه القمه نقدر نقول ان هي اختصرت في الابعاد السياسيه والامنيه اكثر منها في تناولها للقضايا الاقتصاديه الملحه؟ والجزء الثاني، هل ممكن الحفاظ على التحالفات الاقتصاديه في وقت ممكن يكون يعني التوافق او التقارب في وجهات النظر السياسيه مفتقر اليه بقدر ما؟ انا هبتدي بسؤالك الاخير. فعلا في الواقعية السياسية هناك تحالفات اقتصادية ممكن تستمر مع الاختلاف السياسي، وأبسط مثل ما رأيناه في إيران. إيران أصلا كانت صفقة اقتصادية للي يعني فاهم، بمجرد ما بدأت هناك المقولات التعاون مع إيران رأينا الدول الأوروبية تزحف على إيران للفوز بجزء من الكعكة المقدمة من إيران. فالاقتصاد فاعل أساسي، لازالت الاقتصاد والسياسة يلعبان دور متماثل ومع بعض، مع يدا بيد، لكن هناك أوقات يفرض الاقتصاد نفسه كمثل المسألة الإيرانية. في الوقت الحالي التوجه مختلف، لكن لازالت هناك مصالح ولازالت دول أوروبية تحاول أن يعني تنأى بنفسها عن توجه أمريكا من عزل إيران. أمريكا لازالت إلى الآن، إن الناس مش عارفاه، لازالت هناك بعض العقوبات حتى بعد الاتفاق الإيراني، لازالت لم تنفذ إلى الآن في أروقة كثيرة. مهم جدا إن احنا نفهم إن الاقتصاد يؤثر في السياسة، وخاصة ما نراه الآن. ما رأيناه في السعودية هو أكبر مثل أن الاقتصاد بسببه تم توجيه اقتصاديات للإرهاب مثلا، إن بدعم المؤسسات التي ستنشئ وظائف للشباب السعودي وسيقلل من الإرهاب، فتم خلط الاقتصاد بمكافحة الإرهاب، تم خلط الاقتصاد بالأمن للمنطقة العربية، تم خلق الاقتصاد بمنافع عامة التي ممكن أن تؤثر على مسائل سياسية في نواحي أخرى في المنطقة العربية. طب احنا عارفين السلاح اللي ممكن نستخدمه، يعني طالما السلاح في تمويل الإرهاب فيجب أن يكون هناك سلاح اقتصادي مضاد لتكفيف هذه المنابع وإحداث عزلة اقتصادية للدول التي يثبت دعمها للإرهاب. وفي حال كان هناك تكاتف وتضافر في الجهود العربية والإسلامية والدولية، إذا المسألة أقرب مما نتخيل. هو ده الطبيعي. لو كده ده هيرجعنا ورا بقى، ده هو مفيش إرادة؟ هو مفيش إرادة. يبقى إذا الإرادة، هل الإرادة مش موجودة بالقدر الكافي؟ أسأل حضرتك بقى السؤال ده أستاذ سامح. الإرادة هل هي موجودة بالشكل الكافي؟ عشان نعمل إيه؟ عشان نعمل هذه الضغوط الاقتصادية اللي في النهاية تؤتي بالثمار المرجوة، ويحاصر الإرهاب بداعميه ومموليه والمستفيدين منه وكثير من ذلك. يعني قضية الإرهاب أعمق مما نتصور ومتشابكة، والتعامل معها باعتبار أن هي مجموعات مسلحة شاردة أو هائمة في الصحراء تقوم، لا، ده تبسيط للأمور. هذه جماعات منظمة مدربة ممولة، واللي وراها جهات كبرى، جهات دولية. يعني أدعي أن الولايات المتحدة لفترة طويلة كانت من أكبر الداعمين، وال حتى الآن الفترة الأخيرة ما أعرفش، إنما في فترة الرئيس السابق أنا متأكد من أنها كانت داعمة لهؤلاء، وهي تحقق مصالح استراتيجية، والهدف منها إثارة القلاقل في مناطق بعينها لكي تدفع بالأمور في اتجاهات بعينها لتحقيق مصالح تسعى إليها الولايات المتحدة أو دول أخرى، مصالح محددة بأقل تكاليف ممكنة دون التواجد على الأرض. فدي قضية مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها، إن واحد كده صحي الصبح وقال وسمع واحد بيتكلم على الدين فقال الله أكبر ومسك، لا، القضية وبالمناسبة أعمق من البعد الديني فيها هو بعد دعائي، إنما الأهداف الحقيقية لا علاقة لها بالدين. وأدعي إن كثيرين
من الاجانب اللي بيقولوا ان هم يعني راحوا من اوروبا عشان ينضموا ليهم، دول عناصر مخابرات اوروبيه موجودين علشان يستخدموا الدين لتسخين الاوضاع، ويعني انما 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 مش مجاهدين بجد. في النهايه صعب ان احنا نقول ان في توصيات بالشكل المتعارف عليه، يعني القضية نعم صعب ان احنا نقول في توصيات بشكل متعارف عليه. اذا الولايات المتحده ارادت فعلا محاربه الارهاب هتضغط على رجالتها في المنطقه يوقفوا دعم الارهاب، فالامور هتستقر. اذا ما كانوش عايزين يبقى احنا هنقعد نلف وندور، وانا مش بتكلم على الرئيس بس. لا ان شاء الله يعني تكون الاراده متوافره. زي ما بقول صعب ان احنا نقول ان في توصيات بالمعنى المتعارف عليه خرجت بها هذه القمه، وان كان في كثير من القمم خرجت بتوصيات لكنها لم تفعل على ارض الواقع. لكن واحده بالتاكيد من الافرازات الايجابيه للقمه العربيه الاسلاميه الامريكيه المنعقده بالعاصمه السعوديه الرياض هي مركز اعتدال لمحاربه الفكر المتطرف اللي تم افتتاحه بمشاركه الرئيس الامريكي والرئيس السيسي والملك سلمان، وبكل طبعا ما تمثله من نقطة انطلاق إيجابية يجب أن يبنى عليها في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. بشكر ضيفي الكريمين أستاذ مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، جزيل الشكر، وشكرا لتشريفك أستاذ سامح عبد الله مدير تحرير الأهرام، أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. بشكر حضرتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا، وبالتأكيد لقاءات يومية متكررة مع فرق عمل أخرى في برنامج من القاهرة. تصبحوا على ألف خير.